أبدى الجهاز الفني الإسماعيلي ارتياحهم للتقسيمة الودية التي جرت بين اللاعبين المقيدين بالقائمة مدعومين بالوجوه الصاعدة اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية استعدادا لمواجهة أسوان في الأسبوع 32 للدور الممتاز والمحدد موعدها 7 مساء الخميس المقبل بذات المكان. وكان حمزة الجمل المدير الفني الإسماعيلي ومعاونيه أحمد إناوي ومحمد حمص وأيمن كمال وأحمد لطفي وسيد توفيق مدرب حراس المرمى أشرفوا على التقسيمة الودية بين أبناء الفانيلة الصفراء الذين تم تقسيمهم لفريقين. الأول ضم أحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى ومعه إياد العسقلاني ومحمد بيومي وحمد النجاز ومحمد حسن وعمر الوحش وكريم الديب وياو أنور وأحمد مدبولي وفراس شواط. والتاني تكون من محمد كوكو حارسا للمرمى وبرفقته محمد نصر وعماد حمدي وعصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف وسيرجي أكا وعمر الساعي ومحمود الشبراوي وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي. ولعب بديلا للمجموعتين محمد إيهاب وعبد الله حسني وعبد الله السعيد ومروان حمدي ومصطفى فارس ومحمد زيدان ومحمد خطاري وبشار أشرف ومحمد بحيري ومحمد وجدي. وبشكل عام نفذ اللاعبين التعليمات الفنية الصادرة إليهم على مدار شوطي التقسيمة التي شهدت حماس زائد بين البعض منهم وبالأخص عمر الوحش ومحمد مخلوف ومحمد الشامي. وهؤلاء من المنتظر لفت أنظارهم لعدم تكرار ما حدث مرة أخرى داخل المستطيل الأخضر. وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الإصابات في صفوف الدراويش تضم حاليا باهر المحمدي ومحمد عمار وصالح جمعة ومحمد خليفة، وهؤلاء يخضعون للعلاج تحت إشراف الدكتور مجد الباز باستثناء الحارس محمد فوزي الذي يخوض برنامج للتأهيل من العملية التي أجراها بإزالة الغضروف الخارجي للركبة اليمنى بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة.